أصدر مؤتمر المبادرة الأوروبية الذي عقده نادي صوفيا بيانا يخص الشأن الأوروبي، ركز فيه على أن العملية الأوروبية هي جزء من عالم واحد ويمكن تحليلها في السياق العالمي فقط، ومجرد محاولة توجيهها لطرف معين سيؤدي إلى نشوب نزاعات وحروب إقليمية وعالمية، لافتا إلى أن الغرب هو المسؤول الرئيس عن نشوء الأزمة العالمية، وأنه من الضروري اعتبار روسيا كشريك استراتيجي وعنصر حاسم للأمن الأوروبي. وعن الأزمة في سوريا أكد القائم بأعمال السفارة السورية في بلغاريا المستشار بشار صافيا أن ما يحدث في سوريا أصبح واضحا للجميع، وعلى الرغم من ذلك لا تزال بعض الدول لا تريد الاعتراف بأن تنظيم القاعدة الإرهابي يقاتل في سوريا وينتهك بشكل يومي حقوق الإنسان على أساس المعتقدات الدينية والانتماءات السياسية. وأكد أيضا أن سوريا تدعو دول الاتحاد الأوروبي من خلال برلماناتها للدعم لإقامة السلام. مواجهة هذا الإرهاب في سوريا تتطلب من المجتمع الدولي أن يتصرف وفقا للقرارات والقوانين ذات الصلة في مجال مكافحة الإرهاب. وخلصت الجلسة الافتتاحية إلى بيان بخصوص الأزمة في سوريا أكد فيه المجتمعون الحاجة الملحة للحل السلمي لصالح جميع أبناء الشعب السوري ولصالح الأمن في منطقة المتوسط والشرق الأوسط والعالم، وأعربوا عن دعمهم للمؤتمر الدولي المقرر عقده في جنيف بهدف عودة السلام والاستقرار، ما يمكن الشعب السوري أن يقرر مستقبله ديمقراطيا دون أي تدخل أجنبي.